اهلا بحضراتكم من جديد وفقره الحواريه الثانيه. خلصنا فقره الحواريه الاولى مع كابتن علاء نبيل، دلوقتي جه وقتنا مع الضيف العزيز اللي مشرفنا من لبنان الشقيقه الناقد الرياضي الاستاذ بلال نصور، علشان نتكلم معاه في كل الامور الخاصه ايضا في البطوله الافريقيه من وجهه نظره. برحب بحضرتك يا استاذ بلال، ودايما مشرفنا منورنا، مستمتع دايما بحضرتك. تحياتي لك عمر، تحياتي لكافه المشاهدين وكافه القائمين على القناه، واشكرهم على هذه الاستضافه. لحضرتك طبعا منورنا، ضيف عزيز وضيف غالي، ودايما يعني بلدك الثانيه مصر اكيد لحضرتك تكون موجود، لازم تكون موجود معنا عشان نستمتع بوجودك وبرايك الفني. طبعا ما فيش شك انه مصر هي بلد الثانيه وليها تاريخ مع مصر، يعني اول زياره لمصر كانت ب 88. انا بقيت 88 يعني السنه اللي اتولدت فيها انا كنت موجود فيها في مصر، دي اول مره ازورها، ومن وقتها يعني كل سنه اقل حاجه 4-5 مرات ازور مصر. طيب حضرتك مصر 2019 بتنظم بطوله امم افريقيا، وبالتالي السؤال الاجباري لاي ضيف موجود مكان حضرتك، رايه الفني في البطوله بشكل عام، سواء تنظيميا او فنيا. تنظيميا في الامكانيات اللي موجوده وحفل الافتتاح والقدرات البشريه اللي موجوده من لجنه تنظيميه ووفود لاستقبال كل الفرق، ملاعب تدريب، والناحيه الفنيه بقى مستوى الفرق الافريقيه بقت عامله ازاي دلوقتي في 2019؟ يعني من الصعب جدا الحكم على التنظيم بشكل مفصل وبشكل يعني نحط ايدينا على كل الامور، لان التوقيت الذي استضافت به مصر هذه البطوله كان توقيت ضيق جدا. تمام. مصر جاءت لتنقذ هذه البطوله بعد الاخفاق الكاميروني في تنظيم هذه البطوله، وعليه فان يعني المده القصيره ما انجزته مصر في خلال خمسه اشهر في هذه البطوله يعتبر انجاز، ولكن بامكان مصر ان تفعل اكثر من ذلك بكثير. امكانيات مصر البشريه والتنظيميه وخبراتها في الاحداث الدوليه والقاريه يجعلها قادره على تنظيم بطولات اكبر من هذه البطوله واهم وافضل مما هي عليه الان، ولكن مع ذلك ما قدمته مصر في هذه البطوله تنظيميا يعتبر انجاز، ترفع القبعه للقيمين على هذا العمل، ولكن كل الشوائب التي رافقت التنظيم هي بسبب ضيق الوقت او لعدم الاهتمام بالتفاصيل الصغيره التي يجب يعني مراعاتها في بعض الاوقات، والاهتمام بالصوره العامه والتي كانت مبهره لكل من شاهد وتابع هذه البطوله. استاذ بلال، يمكن حضرتك يعني احنا بنتكلم ان حضرتك محايد حاليا، يعني حضرتك شفت البطوله وشفت خروج منتخب مصر، لكن بعين حضرتك المحايده ازاي تابعت وشفت خروج منتخب مصر؟ ننتقل الى الشق الفني كما تكمل لسؤالك. طبعا دي اول مره بطوله تستضيف 24 منتخب. تمام. وهذا يفرض وجود منتخبات اقل متفاوته المستوى في هذه البطوله. وطبعا كنا نتوقع ان تحدث مفاجآت في هذه البطوله، نظرا لان المنتخبات الافريقيه والتي تضم عناصر مغموره دائما ما تسعى هذه العناصر لأن تبرز نفسها في بطولات كهذه من أجل تحسين وضعهم الاحترافي، خاصة إن كانوا لاعبين محليين في بلدانهم أم في أندية مغمورة. ومن هنا كنا نتوقع أن نشاهد أكثر من منتخب يبرز ويتألق في هذه البطولة بسبب أن العناصر المغمورة تعطي وتؤدي في أرض الملعب افضل من الاسماء الكبيره اللامعه. لكن عايز اعرف، نعم، هذه يعني هذا على الصعيد الاجمالي، ويعني لم يفرض يعني يفرض نفسه في هذه البطوله سوى منتخب مدغشقر الذي ترفع له القبعه بانه وصل الى دور الثمانيه على حساب اسماء كبيره في القاره. طبعا كل الحديث الآن وكل الأنظار تنصب على الخروج المفاجئ للمنتخب المصري من هذه البطولة. هل كان مفاجئ أستاذ بلال ولا كان متوقع؟ صراحة أنا من أحد الناس الذين تفاجأوا. تمام. عشان كده قلت بعين حضرتك المحايدة. أنا تفاجأت. أقول لك ليه؟ يعني المنتخب المصري العناصر التي لعب بها هذه البطولة لا تختلف كثيرا عن العناصر التي خاض بها بطولة الجابون.
لا تختلف كثيرا عن العناصر التي خاض بها نهائيات كأس العالم وتصفيات كأس العالم السابقة سوى بعد التعديلات. فإذا ما الذي اختلف؟ ما الذي حدث؟ لماذا هذا الإخفاق؟ أعتقد بأن روح المسؤولية كانت غائبة عن معظم اللاعبين، وأيضا الاعتماد على وجود اسم كبير يعني كلاعب كبير مثل محمد صلاح في المجموعة، كان الجميع يعتقد بأنه سيكون لديه العصا السحرية لإيصال مصر إلى منصة التتويج في هذه البطولة دون بذل أي مجهود. وهذا هو الخطأ الحاصل الذي حصل في هذه البطولة، هو الاعتماد الكبير على الأسماء وعلى اسم محمد صلاح وعدم تقديم ما يفرض وصول مصر وتأهلها إلى الأدوار المتقدمة في هذه البطولة. إذن هناك تهاون، هناك تساهل، هناك لا أود أن أكون أكثر قساوة من الشعب المصري على منتخبه، ولكن المنتخب المصري أخفق ليس لأنه لا يملك إمكانيات فنية، لا، إنه يملك إمكانيات فنية ولكن لم يكن اللاعبين على قدر المسؤولية. أستاذ بلال، سر عشقك وحبك للكرة المصرية، اي مكان منتخب مصر بيلعب فيه نعم بتكون دايما وراه، النادي الاهلي اي مكان بيكون موجود فيه بتكون وراه، اللي انا عارفه ونادي الزمالك كمان. نادي الزمالك ماشي نادي الزمالك عشان نكون عادلين اهو. نادي الزمالك كمان بس حضرتك يعني حضرتك راجل لبناني وتبقى مفروض بقى ورا الانصار ورا النجمه ورا منتخب لبنان، لكن طبعا لكن ده طبعا ما فيش شك ان حضرتك بتحب طبعا الكره اللبنانيه وعاشق الكره اللبنانيه، لكن اختيارك وعشقك لمنتخب مصر والأندية المصرية أكيد مش من فراغ وأكيد في سبب أدى طبعا لحدوث هذا الكلام. نعم، لن أكشف سرا، بداية الإعلامية كانت في العام 98 خلال نهائيات كأس العالم بفرنسا، وكنت قد قمت بأحدى المداخلات على أحدى القنوات أو الإذاعات العربية في أستراليا حيث كنت مقيم في أستراليا. وخلال مداخلتي على هذه القناة طبعا تم الاستدعاء إلى القناة إلى الإذاعة لتقديم برنامج رياضي، هكذا بدأت بداية الإعلامية. وخلال تجربتي الإعلامية وجدت أن الجمهور المصري هو الذي عاشق لكرة القدم. طبعا الجالية المصرية الكبيرة في أستراليا هي من حببتني ودفعتني للبحث عن سر هذا العشق. فبدأت أبحث وأعمل على في هذا الاتجاه، فتوصلت بأن ناديي الأهلي والزمالك الأكثر شعبية في مصر والأكثر شعبية في الوطن العربي، وأن منتخب مصر أيضا لديه تاريخ ولديه أسماء كبيرة ولديه مغامرات إفريقية كبيرة، وكان ذلك أيضا على دور الكابتن المرحوم الكابتن محمود الجوهري. ومن هنا بدأت قصتي وعشقي ومتابعتي للمنتخب المصري، وكانت أول بطولة تبعتها لمنتخب مصر في 98 في كوريا عندما شارك المنتخب المصري في بطولة دولية ودية في كوريا الجنوبية، وسافرت من أستراليا إلى كوريا لتغطية هذه البطولة، وكانت أول بطولة رسمية أتابعها من أرض الملعب. مين من اللعيبة اللي لفتوا أنظار حضرتك في الوقت اللي أنا كنت موجود فيه في كوريا علشان تغطي البطولة، ولعيبة أنت قلت دي لعيبة يعني لعيبة مستوى عالي جدا، لعيبة يعني متعتني في الملعب خليتني أنا بستمتع بكرة القدم؟ للأسف أفضل أجيال مرت على الكرة المصرية بالفترة اللي أنا عايشتها هي الفترة التسعينات وما بعد ذلك، ولكن سوء الحظ كان يرافق هذه المجموعة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم. كانت دائما هناك أحداث دراماتيكية تبعد منتخب مصر عن الوصول إلى كأس العالم، والذي أنا أعتبره هو من أهم الإنجازات التي يجب أن يحصل عليها أي منتخب يشارك بأي تصفيات إن كان قارية أو دولية. يعني الوصول إلى كأس العالم هو هدف أساسي ورئيسي يجب كل منتخب، لأن الوصول إلى كأس العالم والمشاركة في هذا العرس هو متعة جماهيرية للجمهور المنتخبات التي تشارك في هذه البطولة. أفضل الأسماء طبعا كانت تشارك، ولكن حظهم كان سيء. طبعا حازم إمام، حسام حسن، عبد الستار صبري، محمد يوسف، كل هذه الأسماء الكبيرة
كانت حضرتك فاكر كمان الاسماء بسم الله ما شاء طبعاً الله يعني مع ان دي اول بطوله يعني اول بطوله ممكن يكون طبعاً. لسه حضرتك جديد على الكره المصريه وبالتالي لكن تبعتهم فيما بعد بالظبط كده يعني بعدين رحت نيجيريا 2000 بطوله الامم الافريقيه بال 2000 بعدين 2006 جيت مصر هنا بطوله الامم الافريقيه بمصر بعدين رحت الجابون 2012 2010 رحت انغولا رحت انغولا وتابعت المنتخب المصري في انغولا يعني كانت رحلة شيقة جدا ولكن شاقة يعني من أصعب الدول التي الأفريقية التي ذهبت إليها لمتابعة هذه البطولات طبعا و2017 بالجابون أيضا من سنتين يعني المنتخب المصري لديه تاريخ في بطولة الأمم الأفريقية 7 ألقاب وما حصل في هذه البطولة يعتبر وصمة عار كبيرة على تاريخ الكرة المصرية لأن هذه البطولة تقام على أرض مصر وامام يعني الجمهور المصري الذي كان يواكب المنتخب في الملعب يعني والحزن الذي بدا على الوجوه بعد النكسة وبعد الخروج هذا يجب ان يكون موضع نقاش كبير لدى كل اللاعبين ووقفة مع الذات لمعرفة لماذا هذا الإخفاق لماذا وصل المنتخب المصري إلى هذا المستوى الفني حيث أنه يخرج من الدور الثاني وعلى يد منتخب مغمور يعني صحيح أن المنتخب الجنوب أفريقي منتخب كبير ولديه تاريخ ولكنه حاليا لا يضم عناصر فنية كبيرة وهذا ما تحدثت عنه بأن الأسماء المغمورة كانت تلعب من صميم قلبها لتقديم الأفضل للبروز يعني كل اللاعبين الآن الذين لعبوا مع المنتخب الجنوب أفريقي هم موضع أعين المتابعين ووكلاء الأعمال ولديهم عروض كبيرة في معظم الأندية في وأيضا في أوروبا وفي أفريقيا حتى أن النادي الأهلي سمعت أن هناك مفاوضات مع صاحب الهدف الذي سجل الهدف في منتخب مصر من جنوب أفريقيا. بص حضرتك يعني أنا سامحني إن أنا هقول كده بس حضرتك يعني راجل لبناني وراجل مشجع لمنتخب مصر يعني زعلان على منتخب مصر وحزين على منتخب مصر أكتر ممكن يكون أكتر من مشجعين مصريين بيتفرجوا أو زي مشجعين مصريين بيتفرجوا فأنا نفسي بس يعني المسؤولين اللي قائمين على الكرة المصرية يعرفوا إن الخروج منتخب مصر مش بس مزعل المصريين ده مزعل كمان الأخوة طبعاً. الأشقاء العرب طبعاً. وده شيء طبعاً. يفرحني طبعاً. إن حضرتك تقول الكلام المحترم والكلام طبعاً. الممتاز اللي حضرتك بتقوله ده وشعور طيب من حضرتك إن حضرتك تكون يعني تنتقد نقد بناء لمنتخب مصر وتقول إن إزاي منتخب مصر يخرج على ملعبه وسط جمهوره وإن المشهد الحزين اللي مصر شهدته بعد المباراة ده شيء كان يعني ما كناش متعودين عليه في بطولة تقام على أرض مصر. أستاذ بلال أنا خليني أروح للملعب بقى بتاعك شوية الملعب اللي حضرتك مميز فيه وهي اللقاءات الفردية اللي حضرتك عملتها في لقاءات متنوعة مع نجوم عالمية. يعني حضرتك عملت شخصيات أو حضرتك قابلت شخصيات مهمة جدا وعملت حوارات مع شخصيات عالمية. فأبرز الشخصيات طبعا هو يعني كابتن محمود الخطيب بالنسبة لنا كناس أهلاوية وناس بنحب النادي الأهلي لكن السر بقى إن حضرتك أو إزاي حضرتك بدأت في الحوارات وإزاي حضرتك بتوصل للنجوم وإزاي حضرتك كنت بتتواصل معاهم علشان تروح لهم وكمان الصورة دي الصورة دي بقى بص عليك ايه يعني ده كابتن محمود الخطيب وده الاستاذ بلال قبل النيو لوك اللي حضرتك قبل النيو لوك فالصورة دي بقى حضرتك احكي لنا كده كواليسها وازاي كده عرفت تخطف الكابتن الخطيب في حوار وتتصور معاه وانطلقت بقى طبعا كما ذكرت خلال بدايتي الاعلامية كنت اتابع الصحف المصرية بشكل يعني نهم جدا كنت اتابع واكثر صحيفه مصريه كنت اتابعها هي مش عارف اذا ممكن اقول الاسم هي اخبار الرياضه تمام لا اخبار الرياضه تمام اخبار الرياضه عندنا تمام لا قول حضرتك فيما بعد الاهرام الرياضي طبعا لا تمام ولكن اخبار الرياضه كانت فطبعا كل معلوماتي وكل ثقافتي الرياضيه عن الكره المصريه نهلتها من 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 جورنال اخبار الرياضه وطبعا كنت اقرا الكثير عن الكابتن محمود الخطيب بالاضافه الى طبعا متابعته خلال مسيرته الكرويه وطبعا عندما الصوره فين بقى فاكر اعتقد في الامارات في الامارات اعتقد في الامارات خلال احدى البطولات المباريات الوديه لمنتخب مصر او مع النادي مش عارف دي الصوره بجنوب افريقيا بكاس العالم
بكأس العالم طبعا دي بكأس العالم 2010 وكان الكابتن محمود الخطيب هناك واخذت معاه حوار وطبعا صار عارفني يعني. طيب معلش كابتن خطيب لما عملت معاه الحوار يعني اكيد طبعا نجم كبير ونجم عالمي كابتن محمود الخطيب افضل لاعب متواضع بس كده ده اللي انا عايز اسأله ازاي مش عاوزك تسأل عملت ايه بقى مش عاوزك تسأل قلت له كابتن خطيب لو سمحت انا عايز اعمل معاك حوار قال لك ماشي استاذ بلال يلا بينا نبدا الحوار ولا عمل ايه اولا يعني انا شخصيا ولا مره حاولت اخد اي حوار من اي حد طبعا نظرا لانه يعني تاريخي بالعمل الصحفي والناس تعرف يعني تعرف مين الشخص اللي طالب الحوار ولكن الكابتن الخطيب اكيد ما يعرفنيش وتعامل معايا كما يتعامل مع اي شخص تاني باخلاقه الراقيه يعني طبعا حاول تعرف عليا بالاول عارف انا مين بشتغل لمين بعدين اللي انت عاوزه واخدت الحوار ده تواضع طبعا تواضع كابتن خطيب طبعا معروف ان هو راجل يعني شخص متواضع جدا وشخص جميل ان شاء الله هحاول اشوفه قبل ما اسافر ان شاء الله هو موجود بمصر لا ان شاء الله تشوفه طبعا يبقى شرف لينا حضرتك تكون موجود في النادي الاهلي وفي بلدك تاني مصر كده كده وناديك اللي دايما بيرحب بيك طيب صوره الكابتن محمود الجوهري وحضرتك ايضا يعني مصمم لسه على المصريين انك تعمل حوارات مع النجوم المصريين ده اول حوار صحفي لي بتاريخ الصحفي أول حوار ليا بتاريخ الصحفي كان مع الكابتن محمود طب الجوهري هل الموضوع جه صدفة ولا الموضوع كان مترتب؟ إن حضرتك تختار صراحة لا كان صدفة كان صدفة نعم بس صدفة جميلة طبعا يعني أولا لما طلبت الحوار من الكابتن الجوهري على طول يعني ما عدش للعشرة على طول قال لي تكرم يا أستاذ وقعدت أنا وهو وأخذت الحوار منه ونزل بصحيفة التلغراف العربية بأستراليا اللي أنا مراسلها طبعاً. من 20 سنة فكان حوار شيق جدا اعتقد ما زلت احتفظ بالعدد لغايه دلوقتي بسم الله ما شاء الله طيب احنا معانا نجوم عالميه تانية ويعني نجوم الاستاذ بلال حاورهم هناخد حضرتك من وقت للتاني كده علشان نعرف قصص كل واحد فيهم ونعرف مدى حبك وتعلقك طيب ده رونالدينيو قبل نيو لوك يعني طبعا الاثنين احنا عندنا نيو لوك دلوقتي بقى حضرتك خلاص حضرتك الاثنين يعني اطلقتم الشعر واطلقتم بقى التطور يعني خلاص دلوقتي رونالدينيو دي كانت صوره حضرتك تفتكر ممكن تكون فين هل في البرازيل او هناك كانت دي باستراليا استراليا نعم يعني حضرتك ما تعبتش فيها هو جالك في البلد حضرتك كنت موجود فيها طبعا هو كان المنتخب البرازيلي جاي يلعب مباراه وديه مع منتخب استراليا وقابلته هو ورونالدو هو رونالدو طب كان لسه عنده نجوميه ولا كان لسه حضرتك متوقع ان هو كان يكون نجم في يوم من الايام كان توقعات يعني كان لسه هو هينتقل لاحد الانديه الكبرى طيب تعالى ناخد الصوره اللي بعديها صوره مع جوزيف بلاتر السابق رئيس الاتحاد الدولي وحضرتك استاذ بلال يعني رحله طويله مع جوزيف يعني جوزيف السيد جوزيف بلاتر اكثر من مره يعني قابلته بكذا بطوله بكذا ايفنتس وكذا حوار يعني مش حوار واحد كانت هناك طب زعلت ان هو مشي من الاتحاد الدولي كره القدم هلا بالنهايه مش انا زعلت لا هو اخيرا حصل تجاوزات يعني ادت الى خروجه حضرتك اكيد اللي كتبت عن التجاوزات دي نعم حضرتك اكيد اللي كتبت عن التجاوزات دي كلها ومشي بعديها اي حد حضرتك محور بيمشي بعديها طيب ناخد الصوره اللي بعديها كلينسمان الاسطوره الالمانيه نعم. دي حضرتك صوره برضو او احد الحوارات يعني انا بعد كده هطلب نعم. من حضرتك تاخدني معدي من الناس دي عشان نروح اعمل حواراتنا كمان عشان خاطر الناس دي صعبه اوصل اعتقد دي باحدى البطولات ايضا كمان قابلته كان ساعتها اللي يعني كمان النيولوك ما كانش بس في الشكل كان في اللبس كانت التاي او الكرافات كانت حاجه كبيره قوي يعني الكرافات كانت عريضه جدا كانت يعني حاجه طيب ناخد الصوره اللي بعديها ده كابتن حازم امام كابتن محمد يوسف وكابتن عبد الستار صبري ثلاث نجوم منتخب مصر دي كانت في بطوله الدوره الوديه اللي كانت في سنه 98 اعتقد دي يا اما بال 98 يا اما بنيجيريا يعني يا اما بنيجيريا مش احنا بص عليك هو مش اختبار انا بس بنحاول نفتكر بنحاول نفتكر يعني مع بعض واحده يعني لا واحده من اثنين مفيش حاجه ثالثه بس الكابتن حازم وكابتن يوسف وكابتن عبد الستار صبري ثلاث نجوم من نجوم الكره المصريه هم كانوا يعني بصراحه يعني انا ما كنت اجي هم كانوا يقدروا انه انا اجي من استراليا انا كنت عايش باستراليا وقتها مش عايش بلبنان يعني مش كنت اطلع ساعه بالطائره عشان اتابع لا ده كانت ساعات كنت اطلع من استراليا واجي اي دوله اجي مصر هنا عشان مباراه واحده يعني خلال تصفيات كاس العالم
مصر لما كانت تلعب مباراه مثلا هنا على ارضها، اجي من استراليا على مصر بس عشان اتابع المباراه دي وارجع. لا استاذ بلال، يعني حوالي 25 ساعه طيران، 25 يوم كامل طيران. طب تعالى ناخد الصوره اللي بعديها. ده هنا بقى، هنا بقى بعد بعد النيولوك. لا لا دي مش بعيده، دي 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 قريبه. من ما بقول عليك خلاص بقى كده. عليك استاذ بلال، يعني دي من حوالي شهر تقريبا او شهر ونص بالامارات. كان في تكريم لنجوم، كان في نهائي البطوله العربيه. تم استدعاء رونالدو من اجل تقديم الكاس، كاس البطوله الكأس. كان هو الاونر اوف جيست، وكنا نحن انا والاستاذ عدنان ياسين منظمين استقدام رونالدو لهذا الحفل. طيب الصوره اللي بعديها برضو رونالدو بنفس الايفنت وبنفس طيب الصوره اللي بعديها برضو هنا معانا روبرتو كارلوس، معانا راؤول جونزاليس، والثالث مين بقى اللاعب الثالث؟ او هل ده شخص؟ لا ده اداره بال اداره، صح كده. يعني انا دلوقتي عشان انا براجع الذاكره علشان بختبر ذاكرتي بشوف عارف اللعيبه ولا لا. طيب ده كان برضو في احد كان في نفس البطوله، دي من بطوله العالم للانديه انا الاخيره اللي كانت موجوده في الامارات، بالامارات لما لعب ريال مدريد. العين وريال مدريد في النهائي، لما لعب ريال مدريد في المباراه النهائيه. طيب الصوره اللي بعديها بقى مصطفى حجي. مصطفى حجي، شفت حضرتك انا ذكي، شفت انا بعرف ازاي. الحمد لله ذاكرتي زي الفل الحمد لله. بطوله الامم الافريقيه دلوقتي هو حاليا مدرب عام منتخب المغرب مع هيرفي رينارد الاستقال. كانت فين بقى يا استاذ بلال؟ بنيجيريا بال 2000 بطوله الامم الافريقيه، وجيت معسكر المنتخب المغربي واجريت حوار مع مصطفى ومع الكابتن شيبو. طب سؤال معلش تاني صغير، هل حضرتك الحوار كان باللغه العربيه ولا كان باللغه الفرنسيه؟ لا عربيه، اللغة العربية طبعا. حاولت اعمل معاه حوار من فترة، كان قال لي العربي مش قوي، يعني هتتكلم انجلش هتكلم فرنش، لكن حضرتك يعني لا اتكلمت معاه عربي. طيب الصورة اللي بعديها ده رونالدو، ده رونالدو بقى ايام 2000 بسيدني لما جال المعسكر لما جال استراليا. الصورة معانا صورة تانية للاستاذ بلال، هنا بقى راين جيجز النجم الويلزي، دي بنهائي دوري الابطال، نهائي دوري ابطال اوروبا بكارديف. النهائي الجاي انا اروح مع حضرتك، النهائي اللي جاي انا اروح معاك. انا على فكره انا اربع نهائيات دوري ابطال اوروبا كصحافي، انا بقول لحضرتك النهائي اللي جاي اهو الاكريديتيشن حضرتك تعمله لي وهطلع معاك وهنغطي للتليجراف وقناه الاهلي. لا ما ينفعش لما خلاص لمجله الاهلي. لا اخبار رياضه، اخبار رياضه. اوكي ماشي اي حاجه، بس نروح بس ناخد اخبار رياضه، ناخد اعتماد صحفي من اخبار رياضه وتروح. طيب ده كان تكريم حضرتك من فلورنتينو بيريز. نعم، على هامش بطوله العالم للانديه ايضا بابو ظبي، خلال تكريم عدد من الشخصيات وكنت انا من ضمنهم. استاذ بلال يعني صولات وجولات حضرتك، بسم الله ما شاء الله، غير ان حضرتك صحفي محبوب وشاطر، لا حضرتك كمان عندك علاقات جيده مع كل اللعيبه وكل الرؤساء وكل المدربين في العالم، وانا اعتقد ان دي حاجه صعبه جدا على صحفي، وفي نفس الوقت ان هو يكون دي محتاجه جهد يا استاذ. انا بقول لحضرتك اهو، نعم، موضوع صعب جدا، ازاي بتعرف تواظب عليه او ازاي بقى مسخر حياتك صراحة انك توصل لكل النجوم دي كلها؟ نعم، ده كله بسبب العشق، لازم تكون تعشق الحاجه اللي بتعملها عشان توصل للي انت عاوزه. يعني ما تكونش بتعمل الحاجه اللي انت بتعملها بس مجرد انه وظيفه او وسيله عمل. انا تابعت الرياضه من والعمل الصحفي الرياضي من حبي لهذه المهنه ومن حبي للعبه كره القدم، وليس طمعا وليس هي لم تكن وسيله عيش لي حتى اتابع هذه الرياضه. طيب نعم، مباراة الثالث والرابع شغالة دلوقتي، نيجيريا متفوقة على تونس تقريبا 1-0، هل حضرتك شايف ان منتخب تونس قادر على انه يعود الى المباراة صراحة ويقدر يعني ان هو يخطف بطاقة المركز الثالث؟ موضوع تونس هو حاليا هو موضوع نفسي اكثر ما هو موضوع فني، وهناك مشاكل يعني كانت رافقت المنتخب التونسي وخاصه ايه المشاكل اللي رافقت المنتخب التونسي؟ اهم المشاكل هي التسريبات اللي حصلت بان يوسف المساكني كان هو من يضع التشكيل للمنتخب، واعتقد ان استبعاده اليوم هو ليس بسبب كما ذكر فني. بان طبعا لم يكن بسبب الاصابه، لا هم قالوا ان هناك اصابه، قالوا ان في اصابه لكن طبعًا. هو امر يعني ولا اعتقد ان هناك اصابه، لكن التسريبات التي حصلت والمشاكل التي حصلت في غرف الملابس
أعتقد هي أحد الأسباب التي أدت إلى استبعاد يوسف المساكني، وهي التي أيضا ستؤدي إلى أعتقد يعني نتأمل أن يعود المنتخب التونسي في هذه المباراة ويعني يحصل على المركز الثالث على أقل تقدير. ولكن خسارته من منتخب السنغال أثرت نفسيا، وخاصة أن الخروج جاء بعد عدم احتساب ضربة ركلة جزاء بنالتي لصالح المنتخب التونسي، مع العلم بأن منتخب تونس أيضا استفاد من التحكيم في مباراته مع منتخب غانا عندما تم إلغاء هدف لمنتخب غانا يعني ألغاء الحكم بداعي لمسة يد، ولم تكن تقنية الفار في الدور 16. وهذا أيضا يعني الهدف لو تم اعتماده أو احتسابه في الدور 16 كان من الممكن أن يكون يعني لنتيجة المباراة كلام آخر. طبعا الوقت بيجري مع حضرتك بسرعة، لكن عايز حضرتك سؤال على المباراة النهائية ورأيك في المباراة ما بين الجزائر والسنغال، إزاي تتوقع المباراة ومين الطرف الأقوى اللي ممكن يفوز بلقب البطولة الأفريقية؟ أعتقد أن الحافز موجود عند الفرقتين. المنتخب السنغالي الذي يسعى لإحراز اللقب الأول في تاريخه، وأيضا المنتخب الجزائري الذي يسعى لإسعاد جمهوره طبعا، خاصة بعد النكسات الفنية التي تعرض لها منذ تصفيات كأس العالم الأخيرة ومن ثم خروجه من الدور الأول في بطولة الجابون. كل ذلك يعني أدى إلى أن اللاعبين الجزائريين جاءوا لهذه البطولة يريدون تلميع صورتهم التي اهتزت في الشارع العربي، الشارع الإفريقي، وأيضا في الشارع الجماهيري الجزائري. تمام. يعني بعد هذه النكسة الكبيرة بالخروج وعدم، وخاصة أن المنتخب الجزائري يضم أسماء كبيرة، وطبعا وما حصل بعد ذلك هذا يدل على أن المدرب أيضا يد كبرى في نفس العناصر التي لعبت التصفيات الأخيرة هي التي تشارك الآن. ولكن جمال بالماضي استطاع أن يعيد الهيبة ويعيد الروح إلى منتخب الجزائر ليصل إلى المباراة النهائية. منتخب السنغال أيضا لم يسبق له أن توج بهذه البطولة، الآن المنتخب السنغالي أمام فرصة تاريخية لتحقيق اللقب لأول مرة وعلى أرض عربية، ويخطفه من بين 5 منتخبات عربية شاركت في هذه البطولة. هذه هي المرة الأولى التي شارك بها 5 منتخبات عربية، وقد نجد بأن بطل هذه النسخة ليس بعربي. ولكن نتمنى كل التوفيق للمنتخب الجزائري في هذه المباراة، لأن أيضا يعني خروج اللقب من أرض عربية لغير منتخب عربي هذا أيضا نكسة كبرى للمنتخبات العربية التي شاركت في هذه البطولة. وأتوقع بأن المباراة ستكون تكتيكية بامتياز، لأن الفرقتين يعرفون بعضهم جيدا، وهذه المباراة لها حسابات تختلف كليا عن حسابات الدور الأول. عندما فاز المنتخب الجزائري على منتخب السنغال سيكون الحذر سيد الموقف في هذه المباراة، وأعتقد بأن اللياقة البدنية سيكون لها تأثير عالي جدا في نتيجة هذه المباراة. طيب حضرتك دي نسبة فوز المنتخب الجزائري ومنتخب السنغال، هل تتوقع 50-50 ولا ممكن نقول 70-30 لمين؟ للجزائر. الجزائر يعني بكلام حضرتك لك ليه؟ قول لي انه الجمهور سيكون له بس لك يعني احنا خلاص وصلنا لمرحله ان الجمهور اكيد عامل من العوامل المؤثره جدا، لكن منتخب مصر خسر وسط 100,000 متفرج موجودين في الملعب بغض النظر، ولكن الجمهور الفرقه الجزائريه الان تعيش في بحالات من النشوه، حالات من يعني كما قلت هي تلميع الصوره، وهذا يعني هذا بحد ذاته حافز كبير لاعاده الهيبه الى الكره الجزائريه بعد ما حصل من خلال تصفيات كاس العالم وبطوله الجابون. طيب هسالك سؤال ايضا بعين المحايده اللي حضرتك بنتكلم عنها، وسؤال خاص بمحمد صلاح، هل حضرتك شايف ان خروج منتخب مصر المبكر من البطوله الافريقيه ممكن ياثر بالسلب على محمد صلاح في بدايته مع الدوري الانجليزي مع ليفربول بعد ما انهى الموسم بشكل جيد مع الفريق الانجليزي وفوزه بدوري الابطال، لكن خروج منتخب مصر وبدايه الدوري الانجليزي هل ممكن ده ياثر عليه بالسلب؟ بدايه يعني من الخطا بمكان ما تحميل محمد صلاح مسؤوليه خروج منتخب مصر من هذه البطوله. اتفق معاك تماما 100%، مسؤوليه كامله على الجميع. من يتحمل المسؤوليه
هو الجهاز الفني كاملة، المنظومة الكروية المصرية بشكل عام، الاتحاد المصري كاملا وأيضا الفرقة كاملة، هم يتحملون هذه المسؤولية. ومن اعتقد بأن محمد صلاح يملك عصا سحرية أخطأ بشكل طبعا كبير، طبعا أخطأ ووضع ضغوط كبيرة على اللاعب وهو يعني بغنى عنها. أعتقد بأن محمد صلاح حاليا هو لاعب محترف، وهذه الفترة هو يعني يقوم براحة نفسية لاستعادة التركيز الذهني، لأن التركيز الذهني في المرحلة القادمة مطلوب، وخاصة خلال مباريات الدوري الإنجليزي التي تحتاج إلى تركيز عالي وكبير. وأعتقد بأن محمد صلاح يستطيع أن يتخطى وسيتخطى هذا الإخفاق، وخاصة مع مدربه كلوب الذي يعني يضع كامل ثقته في هذا اللاعب ويعطيه الدعم المعنوي الكبير، وهو من أكثر الداعمين إلى محمد صلاح، وهذا ما سيؤدي إلى أن محمد صلاح سيقدم أفضل ما لديه، وأعتقد بأنه سيعود كما تعودناه وكما عهدناه خلال بطولة الدوري السابقة. محمود حسن تريزيجيه، هل حضرتك شايف أنه هو هيبقى في الدوري التركي ولا بعد ما أدى مستوى طيب في البطولة الأفريقية، وأيضا بعد ما نادي القاسم باشا التركي وعد محمود حسن تريزيجيه في حالة تقديم عرض مناسب أنه يسمح له بالرحيل، هل ده ممكن يحصل الموسم الحالي ونشوف تريزيجيه في دوري من الدورات القوية الإنجليزي الأسباني الإيطالي، ولا تريزيجيه حظه سيء بعض الشيء؟ لا يعني الموضوع مش حظ، يعني تريزيجيه قدم أوراق اعتماد كبيرة في هذه البطولة، وكان من أهم العناصر التي لمعت في الدور الأول. خلينا لو أردنا أن نقيم اللاعبين في الدور الأول، تريزيجيه هو من أفضل اللاعبين الذين قدموا مستوى رائع في الدور الأول، كان من أهم المساهمين في فوز منتخب مصر في الثلاث مباريات الأولى. وأعتقد بأن تريزيجيه لديه فرصة كبيرة للاحتراف في أحدى الدوريات الكبرى، وأعتقد بأن هناك عدة عروض قدمت إليه وهو يعني في صدد دراسة بعض العروض. طبعا وكل ذلك يعني يعود الى نادي التركي، الى ناديه والى وكيل اعماله الذي ايضا سيكون لديه دور كبير في احتراف تريزيجيه في احدى الدوريات الكبرى. حضرتك يعني بما ان حضرتك بتتابع امم افريقيا او بطوله الامم الافريقيه، فدي البطوله السادسه ليك اعتقد ان حضرتك تكون موجود تغطي البطوله الافريقيه. يعني لو حضرتك تقول لي طبعا غير بطولات كاس العالم، انا بتكلم على الكان، على امم افريقيا بس. كاس عالم اربع مرات، احنا نتكلم حضرتك عندك اربع مرات، يعني هناك عندك اكثر من منتخبات اوروبيه موجوده، عندك وجود اكثر من منتخبات ما شاركتش ولا راحت. طبعا اربع مرات تصفيات نهائيات كاس العالم. رحت حضرتك فين؟ طب اعدهم لي كده. كوريا واليابان، تمام، 2002 2010 2010 جنوب افريقيا، 2014 البرازيل وروسيا. وروسيا. وانا طبعا لما بروح كاس عالم يعني ما بروحش اسبوع او 10 ايام، تروح كل البطوله 40 يوم، كل البطوله 40 يوم. ما تنساش حضرتك هو مش لا هو كل يوم في مباريات، انا استمتع استمتع طبعا. هناك مشقات يعني مثلا بروسيا كان هناك مسافات كبيره، طبعا روسيا اصلا يعني بلد روسيا قد قاره اوروبا يعني كلها. احد الرحلات كانت تستغرق 36 ساعه بالقطار عشان تروح من ملعب لملعب. لا حضرتك خليني هنا احسن، خليني هنا احسن، مش هاجي مع حضرتك حته، لانه من الصعب جدا حضرتك هتبهدلني معاك. طيب البطوله السادسه لامم افريقيا، قول لي بقى حضرتك كنت موجود في امم افريقيا فين وفين البلاد، يعني مش لازم نتذكر مع بعض السنين كنت حضرتك. اول بطوله كما ذكرت هي نيجيريا، تمام، 2006 ماشي، 2010 تمام، 2010 2012 تمام، 17 ودلوقتي 2000 طيب و19. تقييم حضرتك للبطوله مقارنه بالناحيه التنظيميه ما بين دي وما بين مصر، ده حاجه. الحاجه الثانيه راي حضرتك بشكل عام لو عملنا مقارنات، ايه اللي موجود في البطوله الحاليه مش موجود، وايه اللي كان موجود في البطولات اللي قبل كده مش موجود في البطوله الحاليه؟ يعني اول حاجه موجوده هي 24 فريق، تمام، دي اول حاجه. وفي الصيف دي اول حاجه. ثاني حاجه اول مره لا تعاني المنتخبات في تجميع لاعبيها، يعني كنا دائما بعد الدوري مخلص، وده من اهم الاسباب التي كانت تؤدي الى سؤال مهم.
شايف قرار الاتحاد الافريقي النهارده ان مباراه دوري ابطال افريقيا تقام من مباراه واحده بس في النهائي ده شيء ايجابي؟ طبعا ده اهم قرار اتخذ. شفت بقى حضرتك انا حطيت ازاي السؤال في النقطه الصح عشان دي كانت دي ليه علاقه بدي؟ لان انا اليوم كاتب عن الموضوع ده. شفت بقى حضرتك انا بعرف ازاي حضرتك بتعرف. انت متابع متابع معايا. انت عارف بس. لا انت متابعني انت كل الحاجات. محدش بيقول لي حاجه والله العظيم انا اللي بقول من دماغي والله. لا انت متابع متابع صفحتي الظاهر. طبعا تشرف ليا. لا لسه كاتب اليوم عن الموضوع ده. ده اهم انجاز يعني طبعا وطبعا لازم تكون دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليج نهائي يوروبا ليج عبره يعني لانه ايه المميزات وايه العيوب او ايه المميزات مفيش عيوب يعني اهم العيوب اللي حصلت هي ما حصل مباراه الوداد والترجي طبعا دي اهم يعني والاهلي والترجي ليس هناك اي حياديه بالموضوع خاصه عندما يلعب اي فريق على ارضه خاصه المباراه الختاميه سيعمل المستحيل لأجل الفوز بهذه البطولة وخاصة نحن بأفريقيا نحن لسنا بأوروبا سيحصل تجاوزات فده أفضل قرار الاتحاد الأفريقي نكون على أرض محايدة أرض محايدة ومباراة واحدة هو لو أندية عربية هيكون الأرض المحايدة جنوب أفريقيا اعتقد ان ممكن يكون افضل قرار صح ولا راي حضرتك ايه من افضل البلاد اللي فيها اصل حضرتك عمليه الروتيشن اللي موجوده في اوروبا انا عارف ان في افريقيا ما فيش الامكانيات اللي موجوده في اوروبا عشان يعمل عمليه روتيشن نلعب مباراه في الكونغو مباراه في غينيا مباراه في مدغشقر مباراه في صح ولا بتكلم غلط ولا انا أقول شايف حاجه حضرتك مش شايفها اصلا يعني مش خطا ابدا ان يقام النهائي الافريقي ببلد اسيوي او بلد اوروبي اوكي فهمت قصد حضرتك يعني مش شرط المباراه كما ايضا مش غلط ايضا ان يقام نهائي الشامبيونز ليج فاينل او اليوروبا ليج فاينل في مصر او بجنوب افريقيا او بالمغرب مش خطا ابدا يكون في زي ما حصل السوبر او السوبر في بلد يعني انا عربية. اخر سوبر المصري الاخير اللي التعب بالامارات انا كنت موجود بابو ظبي الاهلي والزمالك كانت حاجه جميله جدا يعني الجمهور المصري المتواجد او اللي عايش في الامارات واللي تواجد بالمباراه واللي ملأ مدرجات الملعب ده يعني حاجه يعني ده كمان الجمهور المغترب واللي عايش خارج ليه حق انه يشوف فرق عم تلعب ده اللي حصل ايضا يعني شفنا جمهور كبير من الزمالك والاهلي عم يشاهدوا المباراه السوبر في الامارات استاذ بلال يعني وجود حضرتك في قناه النادي الاهلي اكيد شيء بنستمتع به ووجودك في مصر شيء بنستمتع به اكتر وكتابات حضرتك وحواراتك الممتعه والقيمه هي شيء رائع جدا نتمنى لك التوفيق ونتمنى ان حضرتك تكون موجود معنا تاني هنا في قناه النادي الاهلي علشان نتكلم في حوارات اكتر لكن المره اللي جايه نتكلم في وضع تكون مصر ان شاء الله موجوده في النهائيات او النادي الاهلي ان شاء الله يعني يكون موجود في نهائي وفائز باحد البطولات المرحله الجايه بالنسبه للمنتخب المصري هي مرحلتين عندك بطوله الكاميرون وتصفيات كاس العالم اللي جاي فلذلك المدرب اللي هيجي دلوقتي هو هيكون لازم يكون دراسه متعمقه ومتانيه عشان مش يعني مش ما فيش وقت للتجارب وللتجربه ولتغيير مدربين دي نصيحه يجب العمل على ايجاد مدرب يعني لو اخذ وقت ولكن ياخذوا خلاص يدوا له الثقه الكامله يا اما يفشل يا اما ينجح ولكن عند اي اخفاق لا ينفع بتغيير مدربين بكثره وشفنا ما حصل بعد تغيير كوبر صح استاذ بلال بشكرك شكرا جزيلا ويعني سعدت بوجود حضرتك معانا ودايما موجود ومشرف في بلدك الثانيه مصر انا اشكرك على هذه الاستضافه اشكر القيمين على قناه الاهلي واشكر كل المتابعين والمشاهدين وكل الجماهير اللي كانت عم تتابع هذه اشكر حضرتك شكرا جزيلا وصلنا مع حضراتكم لنهايه الفقره الحواريه الثانيه مع ضيفنا العزيز الناقد الرياضي اللبناني الاستاذ بلال نصور وجه معاد الفقره الثالثه فقره الالعاب الاخرى مع نجم نادي الأهلي الكابتن خالد العوضي بعد الفاصل إن شاء الله